بعدين مع القصة، بعدين مع القصة هاي. هلو. الو، مرحبا ابو جمعة. خير؟ ايش في؟ ايش بخ؟ ليش معصب؟ في غيرها مع عبادة؟ بدي ضلها وريح راسي منها. انا اوف اوف، ليش؟ شو ليش؟ كل شوي طلبت هات وخذ وجيب وودي شيء وحط يخرب بيتها من حالها، بدها تجنني. طيب اسمع لك، انا عندي الحل. انا مرتي كانت مثل مرتك بالضبط، من بعدها خليتها تسمع كلامي وتعمل كل شيء بدي اياه. وشلون بقى؟ اسمع بس، بيني وبينك، ها، رحت لعند شيخ بيكتب سحر. شو؟ ايه هذا الدجال؟ رحت لعنده وصف لي مشروب، صرت احط لي شي بين الاكل وشي مع الشاي، صارت مثل العجينه بين ايدي. لو شو بتحكي انت؟ معقول؟ مالك مصدق؟ مو؟ طيب هلا بدي افتح سبيكر واسمع باذنك. يا ام جمعه. قولنا ام جمعه. خلصتي جلي ولا لسه؟ يلا شوي وبخلص. طيب يلا خلصي على السريع وبني لي كاس شاي. تكرم عيونك، تكرم روحي فورا. سمعت باذنك؟ سمعت. دخيلك دلني على محله بسرعه، دلني عليك رمال الله. اسمع، بدي ادلك عليه، مكانه مو بعيد ابدا. طلع، ركز معي. ها، ما بعرف، راح من لما قلت له روح يجيب اغراض وراح لسه هو ما رجع. منين راح يجي؟ من المريخ؟ لو من المريخ كان راح ورجع. انا بفرجيك، خليني اتصل عليه شوف وين هو. والله لسه رقم الهاتف المطلوب مغلق حاليا. هذا ايش هذا الحين مغلق؟ انا بفرجيه بس يرجع، خليه يرجع بس. انت عم تشتكي من مرتك؟ ايه والله عم اشتكي منك، كثير عم اشتكي منك. الحل عندي، من يوم ورايح رح خليه مثل الخاتم باصبعك. انا بدي اياك تكتب لي مشروب نفس اللي كتبته لأبو جمعة بالضبط. بس هذا رح يكلفك كتير. لا تاكل هم، مصاري بحر، انت بس ضبط المشروب. اذا هيك طول لي بالك، جايك. وين راحة؟ يا ربي دخيلة. طيف، ايش عم بعمل هيك؟ هيك هذا المشروب، شربها يا بيمشي حالك. بابا وينك؟ امي خربت الدنيا عليك، وينك انت؟ وين هو هي؟ وينك؟ دخلت على الغرفه لجوا، يمكن دخلت نايمه، يمكن ما بعرف. ممتاز. الله يمضي هالنهار على خير. خليني اجرب هالي عطوني اياها الشيخ. ام عبادة روحي، انت هون؟ انت وين لهلا؟ بعدين وين غدوة صبح عليهم؟ وين رحت؟ طبي بالك، كنت بالك عم بتجيب الغراض. خذي كاس هذا المناضة هيك، روي اعصابي. اقسم بالله جاي على بالي اسلم عليك بهالبابوج، بس لو رح كاس المناضة اللي بايدك. هات لهون، تفضلي يا ست الكل. هات. وريضة لطار ضهرك. شو هاي؟ تقصر؟ لك انا قصر فيني؟ ما بعرف صديقي ولا ما بعرف. قولي شو صرت انا؟ قولي احلى مصيبة. روح عبادة لحق امك، تعال لحق امك بسرعة. ولا ايش في؟ قصر؟ ولك ما بعرف.
لك روح شوفها بسرعة، روح شوفها بسرعة بسرعة بسرعة. يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك. ليش اكسد انا؟ الله يوفقني يا عمري، الله يوفقني يا عمري. طيب شو ديك عملت انا؟ هدو على هذا الدجال يخرب بيته من حاله، اشوف ليش هيك صار. حاضرا، رقم الهاتف المطلوب مغلق حاليا. يرجى اعادة المحاولة فيما بعد. الله يوفقك. مغلق زعبي الله. ايش عمي؟ بابا؟ مين هو هاي؟ هاي؟ ولك هاي امك يا غبي. امي؟ هاي امي؟ لك ايه انا امك؟ رح ليش هيك صغرتي؟ خلاص ودعك؟ عوالة، ايش بدك تروح معي مشوار بسرعة؟ بدنا نروح مشوار بسرعة. وين هذا المشوار هالله؟ بدك تفهمني؟ ايش عم بصير بابا؟ ايش في؟ انا السبب، انا اللي خليت امك يصير فيها هيك. شو؟ شو عم تقول؟ رحت عند شيخ دجال على اساس سحرة ام صار اللي صار؟ يا ربي دخيلك، ايش بدنا نعمل هلا؟ بدنا نروح نشوف الشيخ، بلكي بقدر برجعها فورا. انت خليك هون لوقت ما ادخل اشوف هذا الزلمة واجي اقطع بسرعة. ماشي اوكي بسرعة، ما تأخر. ها بابا ولو انت ايش عملت؟ ايش عملت؟ ليش صار معك؟ اكيد الامور تمام مو صح؟ ولك مرتي تحولت لطفلة صغيرة، ايش عملت انت؟ شكلي اعطيك مشروب الغلط. الله يوفقك على هالعمله هاي. سوكا تشربها يا على السريع. يعني اذا اعطيتها من هاي بيمشي الحال فورا؟ ايه ايه بسرعه لما يضيع عليك الوقت. يلا يلا يلا. شو بابا؟ صار معك طمن؟ جبت مشروبي رجعها مثل ما كانت. يلا يلا بسرعه لاكون امي جايه بالبيت. يلا يلا. لا شو هاد؟ يا اخ مجودة عم بركض ورا امه. يا ربي دخيلك. وراح مجودة يخرب بيتك ولك هي امك، هي امك. وراح مجودة ضربته سيارة.